تصريحات نارية وحقائق تكشف لأول مرة من قبل مصممة الأزياء حافظة بريكي. التصريح هذاك مازلت متحفظة عليه، أني نمبر وان في تنظيم المهرجانات بالنسبة للكوتي نساء وبالنسبة في البريفي. الحمد لله أنه ربي سبحانه وفقني أنني نزيح ناس كبار من طريقي ونولي أنا اللي لبس المشاهير في المرتبة الأولى. ما نشوفهاش مروجه اللباس التقليدي الجزائري. ناس بزاف تقول انه ولا يوم شفنا دي كوليكسيون حافظه بريكي. ديرينا جبه ميني وديرينا كراكوب شورت، ما يفقه والو للخياطه. اغلى قندوره خدمتيها انت شحال كانت؟ الزوج تاعي ضد ومستحيل واستحاله انه يبان في لي غيزو. ما خطره بعثت لي وحده على وليدي تو ماتش بزاف. احترموا عقول الجزائريين،